حضرت جموع غفيرة مجلس عزاء الشيخ عبد المجيد الزنداني في مدينة اسطنبول بمشاركة قادة حركة حماس وقيادات عربية وإسلامية. وأشاد إسماعيل هنية خلال كلمة له في عزاء الزنداني بمسيرته العطرة ومواقفه المساندة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الزنداني كان أحد أبرز داعمي المقاومة وحاملي راية التحرر العربي والإسلامي. كما ألقيت عدة كلمات لمشائخ ودعاة ومفكرين وقادة سياسيين عددوا إسهامات الشيخ وأدواره في مختلف المجالات والقضايا المتصلة بالعالم العربي والإسلامي. رحمة الله عليك، كنت أرى أنه رجل من السلف الصالح. أكرمنا رب العباد أن عشنا في كنفه وفي ظلال علمه وقريبا منه، ورأيت منه كرم الأخلاق، جمال التصرفات، الثبات على المبادئ. هو صاحب قيم لم يحد عنها، وكان صاحب رأي، فكان العالم المجاهد الصابر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم به الصالحين. هذا ونعى علماء وهيئات إسلامية عديدة العلامة الشيخ عبد المجيد الزنداني المتوفي عن 82 عاما بعد حياة حافلة بالدعوة والعلم والسياسة والجهاد والتضحية. وتوالت بيانات النعي والتعزية في وفاة الشيخ الزنداني من عدة دول وجهات وأحزاب، على رأسها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهيئة علماء فلسطين والعراق ورئاسة الجمهورية اليمنية ووزارة الأوقاف وشخصيات عديدة. وقال رئيس هيئة علماء فلسطين الشيخ نواف تكروري إن رحيل الشيخ الزنداني يمثل خسارة كبرى للأمة الإسلامية وخاصة لفلسطين والقدس التي أغناها بعلمه وجهده المتواصلة.